اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. أكثر خمسة صفات محبوبة تمتلكها بحسب برجك. ربما كنت قد تساءلت يوما من الأيام، ما هي أفضل الصفات التي يعشقها الناس فيك؟ يمكنك دائما النظر إلى النجوم والكواكب لتسألها ولمعرفة أكثر سماتك الشخصية المحبوبة لدى الآخرين، وذلك استنادا إلى علامة برجك الخاص. تقول عالمة الفلك المحترفة ريتشل لانغ: كل علامة لها صفاتها الفريدة وخصائصها الشخصية. إذا قمت بالتعرف على برجك بشكل عميق ستكتشف هذه السمات التي تتحكم بمعظم جوانب حياتك وأخطائك المحتملة. جميع هذه الأشياء ستجعل منك شخصا مميزا وأكثر روعة. إنه المزيج الذي يجعل منك إنسانا بكل ما للكلمة من معنى. لذا يجب عليك بالتأكيد أن تقدر كل جانب من جوانب شخصيتك، حتى لو كان ذلك ما يدعوه البعض بالنقاط السلبية، ولكن لا تجعل ذلك يؤلمك. فقط عليك أن تأخذ لحظة واحدة وتعزز حبك لذاتك قليلا عن طريق تقدير صفاتك الأكثر توهجا أيضا. اعتمادا على برجك الفلكي، قد تمتلك خصائص معينة تجعلك صديقا عظيما أو شريكا رائعا أو أفضل مستمع في العالم أو حتى شخصا ممتعا للغاية في الحفلات والمناسبات، أو لربما تشمل شخصيتك كل ما سبق ذكره. على الرغم من أنك ربما تعرف بالفعل ما الذي يجعلك رائعا جدا، أو ربما يتم تذكيرك بذلك من قبل أصدقائك وعائلتك بشكل متكرر، إلا أنه لا بأس من القليل من كشف هذه الصفات. فيما يلي بعض الأشياء اللطيفة عن شخصيتك التي تجعلك محبوبا بين الناس، وذلك بحسب علماء الفلك. برج الحمل، الكاريزما. تقول لانغ: كما هي تماما جاذبية النار، يمكن أن يكون للحمل جاذبية مذهلة للغاية. بسبب هذه الشخصية الهائلة ينجذب الناس إليهم بدون أن يشعروا. العاطفة، تقول لانغ: لا يمكن إيقاف مولود برج الحمل عندما يريد شيئا ما أو شخصا ما، ولأن كوكب العاطفة يحكم برج الحمل ستراه يندفع بقوة تجاه أي عمل أو شخص أو علاقة. المحبة، بالحديث عن هذا الشغف، المحبة لدى مولود برج الحمل يمكن أن تكون سمة إيجابية في العلاقات الرومانسية، ويمكن اعتبار مواليد برج الحمل عشاقا شديدي العاطفة والشغف. الثقة، مع كل هذه الكاريزما والعاطفة يمكن لمولود الحمل أن يتفجر بالثقة الفائقة بنفسه أيضا. يمتلك مولود هذا البرج طاقة هائلة تقوم بتحريكه تلقائيا، ولا يستطيع الناس إلا أن ينتبهوا لذلك. الصفة الأخيرة المحبوبة لدى الحمل هي قائد قوي. إن موقفه المسؤول يساعده على كسب حب واحترام مجموعات كاملة من الناس، بالإضافة إلى اعتباره شخصا مميزا جدا. بالأساس يعتبر مولود برج الحمل قوة لا يستهان بها، وهذا تماما أكثر شيء يحبه الآخرون بين جميع صفاته. برج الثور، أكثر خمسة صفات محبوبة لدى مولود برج الثور هي الالتزام. كعلامة برج ثابت، فمولود برج الثور يفكر بأشياء على المدى الطويل. بمجرد أن يقرر أن يباشر بأمر ما يتابعه للنهاية، هذا ما يجعله شريكا آمنا وملتزما، وهذا ينطبق على صداقاته أيضا. الإحساس، من المعروف أن مولود برج الثور يمتلك حواسا عظمى، وهو الشيء الذي يعشقه الناس في حياتهم. إنما يحكم برج الثور هو كوكب الزهرة، كوكب المتعة والجمال. إنه يحب إفساد أحبائه وإفساد نفسه أيضا بالهدايا والطعام اللذيذ وحمامات الفقاعات وأي شيء قد يرضي الحواس.
الحيوية. إن حيوية مولود برج الثور تسير جنبا إلى جنب مع تقديره لجميع الأشياء الدقيقة في الحياة. لدى مولود هذا البرج أسلوب شخصي وعين ماهرة بالتصاميم والديكورات. الثقافة. إذا أراد أي شخص الذهاب إلى المتحف أو إلى أي عرض فني سيقوم مباشرة بالاتصال بمولود برج الثور. لدى مولود هذا البرج نظرة فنية جمالية راقية، فهو يستمتع دائما بالذهاب إلى الأحداث الفنية والثقافية. التفكير العملي. لدى مولود برج الثور نهج عملي في الحياة يجعله يحل أكبر المشاكل. يبدو أنه يعرف أفضل الطرق للوصول من النقطة ألف إلى النقطة باء، كما ويقوم بتقديم النصائح الثابتة لاتخاذ القرارات الكبرى. هذا ما يجعله شريكا عظيما وصديقا رائعا أيضا، وخاصة في الرحلات والأسفار. برج الجوزاء. أكثر خمسة صفات محبوبة يمتلكها مولود برج الجوزاء هي المرح. يملك مولود برج الجوزاء أطنانا من المرح، لأن لديه رغبة دائمة لتجربة أشياء جديدة. إن قابليته الرهيبة على التكيف تسمح له بجعل أي موقف أكثر تسلية ومتعة. التواصل الممتاز. يمكن أن يتحدث الجوزاء لساعات وساعات عن أي شيء، ربما لن تشعر بالملل أثناء التحدث معه. وهذا ينطبق أيضا على علاقاته الرومانسية. يجعل الجوزاء التواصل مع شركائه من أهم أولوياته في الحياة. الحيوية. لا يمكن أن تنتهي طاقة الجوزاء بسهولة أيضا. يمكن أن تكون هذه الطاقة مشحونة دائما، فهو محور الحياة في الحفلات والمناسبات الاجتماعية. العقل المنفتح. يعتبر مولود برج الجوزاء على استعداد لتجربة أشياء جديدة على الدوام، فهو منفتح على الآخرين ويمتلك ذهنا صاحيا ومتقدا أيضا. وبسبب هذا فعندما يرغب أحد من الأصدقاء بتجربة مطعم جديد أو استكشاف أماكن مثيرة سيخبر مولود برج الجوزاء ليرافقه بالتأكيد. الذكاء. إلى جانب ذلك كله، يتسم مولود برج الجوزاء دائما بالفضولية. إن عقل الجوزاء دائم الانشغال والتفكير، ويقوده فضوله الفكري إلى اكتشاف وتعلم أشياء جديدة طوال الوقت. لذلك عندما يتعلق الأمر بالأشياء الكبيرة والمهمة التالية سيتوجه الناس مباشرة إلى مولود برج الجوزاء. برج السرطان. أكثر خمسة صفات محبوبة يمتلكها مولود برج السرطان هي شديد الإخلاص. يتسم مولود هذا البرج بالإخلاص الشديد لعائلته وأحبائه، وبمجرد أن يقرر أنه يحبك فعلا لن يسمح لك بالرحيل على الإطلاق. إذا كان مولود السرطان على علاقة عاطفية فسوف يجعل شريكه يشعر بالأمان، ويعرف جميع أصدقائه أنهم يستطيعون دائما الاعتماد عليه عند الحاجة. الرعاية. لدى مولود السرطان أيضا جانب من الرعاية الفائقة، حيث يتوق لصنع منزل دافئ وجعل الشريك يشعر بالراحة الكبرى. إن مولود السرطان غالبا ما يقوم بعمليات الرعاية البارعة. الطموح. إنها رغبته الدائمة في منحك الراحة ما يعطيك السبل المثيرة للإعجاب بعمله. يمكن أن يكون مولود السرطان شأنه شأن برج الجدي بالطموح والعمل، ولكنه طموح للغاية لأنه يريد توفير الأمان لعائلته. لهذا السبب يمكن أن يكون رائعا فيما يخص الموارد المالية أيضا. الإبداع. قد يكون برج السرطان علامة إبداعية مذهلة، كما يحب صنع أشياء جميلة سواء كانت في تزيين محيطه أو لوحة جذابة أو أعمال فنية راقية. الحساسية الشديدة. هذه هي سمة السرطان المميزة وعلامته الفارقة، فهو لا يخشى أبدا السماح للناس بمشاهدة هذا الجانب على الإطلاق.
برج الأسد. السمات الخمس المحبوبة لدى مولود هذا البرج هي: عاطفي. إن مولود برج الأسد هو علامة دفء القلوب، يحب هذا المولود الوقوع في الحب. الولاء. يعتبر الأسد علامة النار الثابتة، يمكن أن يظل ملتزما حتى في الأوقات الصعبة، إنه موال ومخلص للغاية لأحبائه. سيشعر الشركاء والأصدقاء دائما بأنهم قادرون على الاعتماد على مولود الأسد بسبب إخلاصه الشديد. التفاؤل. يمكن أن يكون لمولود الأسد ميل للدراما من وقت إلى آخر، لكن نظرته العامة للحياة إيجابية بحتة. من المؤكد أيضا أنه يقوم برفع معنويات الآخرين من حوله، حيث إن أولئك الذين يحتاجون إلى تحسين مزاجهم يعلمون أن الذهاب إلى صديقهم الأسد يمكن أن يرفع معنوياتهم عاليا. الشجاعة. هل تعتقد أنك شجاع حقا؟ إن كل ما يرتبط به الأسد هو القلب، كما وإن حياته تتمحور أساسا حول القلب. لديه الشجاعة الكافية للدفاع عن معتقداته، وهذا ما يمنحه القدرة على اتباع رغبات قلبه. العصرية. فقط كملاحظة جانبية ممتعة، يعتبر مولود برج الأسد مخضرما بالموضة بين مجموعة من الأصدقاء، غالبا ما يرتدي ملابسا رائعة لإثارة الإعجاب بإحساسه القوي وبأسلوبه وبلباسه المعاصر. برج العذراء. أكثر خمسة صفات محبوبة تمتلكها يا مولود برج العذراء هي: روح المساعدة. يحب مولود برج العذراء خدمة أولئك الذين يحتاجون إليه. يلاحظ مولود برج العذراء ما يجب فعله ويقوم به مباشرة، سواء كان ذلك عملا رتيبا في المنزل أو خدمة لصديق. هو كريم بوقته وطاقته وحبه لمساعدة الآخرين. التواصل. يتحدث العذراء عن حقيقته غالبا ببراعة، هو يعرف دائما على أي أرضية يقف. فبالنسبة له هو يعتبر أن التواصل الجيد مهم وأساسي لأي علاقة. المرح. قد يكون مولود برج العذراء لبقا لدرجة كبيرة، ولكن هذا لا يعني أنه لا يستطيع إطلاق مزحة لطيفة بين الحين والآخر. يتسم مولود برج العذراء بكونه يمتلك ذهنا حادا، فإن حس الفكاهة الذكي وسخافته إلى حد ما وذكائه السريع سيبقيك ضاحكا على الدوام. المعرفة. إن ذوق العذراء الذي لا تشوبه شائبة يجعله مصدرا هاما لاكتشاف أشياء جديدة ومثيرة للاهتمام. القدرة التحليلية. لتخطي كل ذلك يتمتع مولود برج العذراء بقدرات تحليلية لا تصدق، والتي لا تفشل أبدا في التأثير على الآخرين. قد لا يبدو هذا مثيرا مثل الشغف، ولكننا جميعا نحب أن يساعدنا أحد ما في الاهتمام بتفاصيل الحياة. يمكن للعذراء أن يصنع ميزانية عملية وكأنها عمل فني بحت. طبيعته ذات الطابع التفصيلي جذابة للغاية، وخاصة لأشخاص يمتلكون الخيال والإبداع الحالم الذي يمكنهم من الاستفادة من تلك الهبات. برج الميزان. أكثر خمسة صفات محبوبة يمتلكها مولود برج الميزان هي: السخاء. يحكم كوكب الزهرة برج الميزان، وهو كوكب العلاقات. يحب مولود هذا البرج أن يقع في الحب، ويحب إظهار عواطفه بطرق مختلفة، وهذا يشمل تقديم هدايا مدروسة ورائعة. الحنان. يحب مولود الميزان أن يحصل على عناق قوي بين الحين والآخر. الكوكب الحاكم في الميزان هو الزهرة، مما يمنحه الإحساس والعاطفة القويين، وهذا ما يجعله حنونا ومتعاطفا إلى درجة كبيرة. الحرص. يحب مولود الميزان أن ينظر في احتياجات الآخرين، ويمكن أن يكون حريصا جدا في علاقاته، وهذه السمة يلاحظها الجميع ويعجبون بها. الموهبة الاجتماعية.
يمكن أن يكون الميزان كالفراشة الاجتماعية ويتمتع بالتعارف على الأصدقاء الجدد وكذلك مقابلة أشخاص غرباء. يحب الميزان جمع الناس بشكل دائم وهذا ما يجعله محبوبا. السحر حتى بدون أن يتعب نفسه بالمحاولة، فإن الميزان ساحر دائما وجذاب للغاية. إن مولود هذا البرج يجسد إحساسا بالجمال الداخلي، حيث إنه يمتلك موهبة خارقة من السحر والجاذبية. برج العقرب، أكثر 5 صفات محبوبة تمتلكها يا مولود العقرب. الغموض، ما يثير اهتمام الناس الأمور المبهمة، لذلك يحبون مولود برج العقرب لأنهم لا يستطيعون فهمه بسهولة. إن برج العقرب يتركك راغبا بمعرفة المزيد والمزيد عنه. لقد سمح لك بذلك ببطء بعد أن قام ببناء الثقة تجاهك، وهذا ما يعطيه جوا من الغموض المثير والذي يمكن أن يمنحه جاذبية غريبة. العاطفة، يمكن أن يكون العقرب عاطفيا جدا في العلاقات الحميمية. إذا كنت تريد أن تتعمق أكثر به فسوف تقع في حبه حتما. الحماية، يعرف الأصدقاء أن مولود برج العقرب سيكون دائما في ظهرهم للدفاع عنهم. إذا أحبك العقرب فسوف يحميك ويقاتل بشراسة من أجلك. الإثارة، يتسم مولود برج العقرب بكونه نبعا لا ينضب من الإثارة. كثير من الناس يجدونه مثيرا وحميميا بشكل لا يصدق. التفهم، لدى مولود برج العقرب شعور عميق بالتفهم، وخاصة حول المسائل العاطفية والنفسية. إنه لا يخاف من الظلام الداخلي ويستمتع بفهم أفعالك ومشاعرك الدفينة. برج القوس، أكثر 5 صفات محبوبة تمتلكها يا عزيزي مولود برج القوس. المغامرة، من بين جميع الأبراج لدى مولود القوس الروح الأكثر مغامرة. إنه يحب تجربة أشياء جديدة دائما، ويأخذ الناس في محيطه إلى تجارب ومغامرات مثيرة. الحكمة، من المرجح أن الناس يطلقون على مولود برج القوس لقب الروح الحكيمة، وغالبا ما يلجؤون إليه للحصول على المشورة. يمكن أن يكون مولود القوس معلمك الشخصي، فهو في الغالب يمتلك أفكارا رائعة عن المشاركة في الحياة والحب وأكثر من ذلك. إن أحباء القوس يقدرون قدرته على رؤية الصورة الكبيرة للأمور، وخاصة في الأوقات الصعبة. البهجة، إن مولود القوس مرح بامتياز ويمتلك روحا إيجابية متقدة. يحكم القوس كوكب المشتري، لذا فهو يعرض دائما نظرة إيجابية للحياة. لا يسعك إلا أن تكون في مزاج جيد عندما تكون بالقرب منه. حتى لو كان يمر بوقت عصيب فإنه يجد دائما طريقة ما لرؤية النواحي الإيجابية في الحياة. الحظوظ العظيمة، إن مولود برج القوس محظوظ بشكل غريب. يبدو أن الأمور تسير بالنسبة إليه على خير ما يرام. إن مولود القوس ينهي الأمور بشكل منتظم، كما وإنه يلتقي دائما بالشخص المناسب وفي الوقت المناسب. إذا خرجت مع القوس فمن المرجح أنك ستستمتع كثيرا بوقتك. الاجتماعية، يحب القوس قضاء وقته في الخروج مع الأشخاص الآخرين ومحاولة إبهاجهم والتصرف بروح المغامرة وإمتاع كل من حوله. برج الجدي، أكثر 5 صفات محبوبة لدى مولود برج الجدي هي: الدافع، يعرف الناس الموجودون في حياة مولود برج الجدي أنه إذا أراد شيئا فسيحصل عليه حتما. دائما يضع مولود برج الجدي أهدافا واضحة ويستمر بالعمل الجدي حتى يصل إلى النجاح الباهر، وهذه صفة محبوبة للغاية بالنسبة للآخرين. تحديد الأهداف، يعجب الناس بقدرة مولود برج الجدي على تحقيق أهدافه والتشبث بها.
هذا أيضا ينطبق على العلاقات وعلى العمل فضلا عن مجالات الحياة الأخرى. الالتزام: إذا كان مولود برج الجدي ينوي الارتباط بك فسيذهب إلى أبعد الحدود للفوز بقلبك. عندما يضع كامل طاقته وتركيزه على شيء ما، يقوم باتخاذ قراره ويصمم على تحقيق النجاح. العطاء: إن مولود برج الجدي يحب إعطاء وتلقي الهدايا. إنه يعمل بجد ليكون قادرا على القيام بأشياء لطيفة للآخرين. الأناقة: يمكن أن يهتم مولود برج الجدي بكيفية ظهوره للعالم الخارجي، ويحب أن يكون مظهره انعكاسا لنجاحه، كما يمكن أن يكون أنيقا جدا وعلى دراية واسعة بالموضة. برج الدلو: أكثر 5 صفات محبوبة يمتلكها مواليد برج الدلو هي: متفتح الذهن. لدى مولود برج الدلو القدرة الدائمة على الانفتاح على الآخرين وتقبل الآراء المتعارضة. لدى هذا المولود قلب وعقل منفتحين إلى درجة كبيرة، وكثيرا ما يكون مستعدا لتجربة أشياء جديدة تعود بفائدتها على علاقاته، كما وإن لديه موهبة تكتيكية فذة لإدارة أي نقاش كان، وسيطلعك دائما على آخر المستجدات. الذكاء: كبرج هوائي يمكن أن يكون لبرج الدلو عقل حاد ومتقد جدا، ونتيجة لذلك فإنه غالبا ما يثير محادثات ممتازة مع الشركاء، غالبا ما تكون لديه قدرات فنية أيضا، وقد يقدم لك أحدث الأدوات بأسلوب فني مذهل. الرحمة: عندما يمر الصديق بوقت عصيب يتوجه دائما إلى صديقه الدلو. لدى مولود هذا البرج موهبة وقدرة على فهم ما يمر به الآخرون. لديه الحاجة الماسة إلى أن يكون ذو فائدة على المحيطين به، وغالبا ما يكون لديه نهج حنون في الحياة. الصدق: لا تمثل الثقة أي مشكلة مع مولود برج الدلو، وهذا ما يعرفه أصدقاؤه وعائلته وجميع المقربون منه. إنه صادق وصادق بالفعل. الاجتماعية: يركز مولود برج الدلو بشكل كبير على أصدقائه. يمكن أن يكون له دائرة اجتماعية واسعة، كما وإنه ينشئ شبكات اجتماعية رائعة نتيجة لذلك. لدى مولود هذا البرج في الغالب فكر اجتماعي ومنفتح، ويتمتع بقضاء الكثير من الوقت مع الأصدقاء. برج الحوت: أكثر 5 صفات محبوبة يمتلكها مولود برج الحوت هي: متعاطف. يتسم مولود هذا البرج بقدرته على فهم الناس فعليا. يمكن أن يكون لديه موهبة الفهم والتعاطف، وهذا ما قد يجعله شريكا عظيما وصديقا رائعا. الحدس القوي: قد يكون التعاطف عند مولود برج الحوت مرتبط ارتباطا شديدا بحدسه القوي، والذي عادة ما يستعين به الأصدقاء. يمتلك مولود هذا البرج حدسا وبصيرة قويتين، وفي بعض الأحيان لا تحتاج حتى إلى استخدام الكلمات للتعبير عن نفسك، لأنه سيشعر بكل شيء في أعماقه. الرومانسية: لدى مولود الحوت أيضا ميول قوية للرومانسية، والتي تعد من السمات التي تمنحه نقاط إضافية. يمكن لمولود الحوت أن يكون حالما وخياليا ورومانسيا إلى حد كبير. العطاء: يتوق أيضا مولود برج الحوت لمساعدة الآخرين ومد يد العون دائما من خلال الجهود الإنسانية التي يبذلها. أيضا يعشق الحوت مساعدة الآخرين على الدوام. التواضع: رغم كل هذه الصفات المتوهجة واللامعة، يبقى مولود برج الحوت متواضعا إلى أقصى الحدود، وقد لا يعرف الغرور طريقا إلى قلبه أبدا. لدى الحوت إحساس بالتواضع، وبسبب هذا يمكنك أن ترى حقيقته حقا بدون غرور. شيء مثل هذا يعد سمة جذابة للغاية بالنسبة للآخرين. كل برج من الأبراج
لديه شيء خاص به مما يجعل الناس يحبونه حقا لأجل هذه السمات. وعلى الرغم من أن هذه القائمة يمكن أن تكون بلا نهاية، فإنه لا يضر أبدا تذكيرك بأشياء قليلة من المحتمل أن تجعلك رائعا، ولكن بداية عليك الانطلاق من نفسك. جرب أن تحب نفسك كما هي بجميع الإيجابيات والسلبيات، فإذا وصلت إلى هذه المرحلة سترى أن جميع المحيطين بك سيحبونك بالمقابل. كانت هذه جولتنا من قناة رويش تي في على أكثر 5 صفات محبوبة تمتلكها بحسب برجك. اكتب لنا في التعليقات إلى أي برج من الأبراج تنتمي أنت، وهل تنطبق عليك هذه الصفات؟ اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.